الذهب يا ريشينيرو في سمعكم باسيتيرو ثم الذهب يا الصحافة بدوره ترفض نقل كلام المقررة الأممية للأمم المتحدة في نهاية زيارتها الجزائر. إن كيما داروا استقبلوها من الناس استقبلوها من هي وداروا هكذا وداروا هكذا، ولكن ما يقدروش يغطيوا الحقيقة. وقالت لهم اللي قلنا البارح تكلمنا في الموضوع، قلنا بلي هالمرأة وبختهم بطريقة دبلوماسية، قالت لهم ليه درتوا إصلاحات، قالوا درنا إصلاحات درنا مليح، ولكن تقويض الحريات الأساسية ما يساعدش على الإصلاحات. وجبت لهم كامل العيوب ديالهم. أو صحافة بودورو كانوا حاضرين كما خبرنا الإخوان، كيبداو يسمعوا شافوا الكلام ما يعجبش، اللي طبق الكاميرا ديالو، واللي طبق الستيلو ديالو، واللي غلق الستيلو ديالو وحطو في المكتوب، وجاو نايضين رايحين. ولا كلمة واحدة في صحافة بودورو عن الندوة الصحفية تاع المقررة الأممية، وهذا ما قالوا لنا أحد الإخوان اللي قلنا تقرير المقرر الأممية الخاص عن الجزائر أمس، قالت دارة ندوة صحفية وبعض قنوات حضروا، لكن في أخبار القنوات والصحافة بدورو لم يتطرقوا للأمر بتاتا، كل ما يقولونه هو غزة غزة غزة، يحكيوا غير على غزة يحكيوا غير على غزة، ما يتكلموش على شيء آخر. وغزة لما عائلة جزائرية تستنجد وتستغيث، قلنا عطنا جوازات خلنا نخرجوا، خرجونا راح نموتوا انقذونا من الموت، يقولها من القنصلية الجزائرية بمصر القاهرة، يقولوا لها جوازات جاهزة، كل جاهز، نستناو تعليمات من فوق وتعليمات ما تجيش. هذه صحافة بودورو وقنوات العار ما يقولوهاش وما يتكلموش عليها. هذا هو اللب تاع، ودايما نتكلموا احنا على نتكلموا على غزة، ما نروح نتكلموا على غزة. وشو اسكو صحافة بودورو تكلم عن الموضوع هذا؟ شوف هذا بعد الجنجل.